إذن ننتقل الآن إلى مراسلتنا أحلام عثمان من الجليل. أحلام، يعني نتابع معك بكل تأكيد التطورات التي تحدث الآن في الضفة، وكذلك اللقاء المرتقب للرئيس محمود عباس مع جيك سوليفان. نعم، في التطورات التي حصلت في الضفة الغربية كان في أبرزها هناك حدثين، وهما الحدث الأول المتعلق باستهداف من قبل مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي مركبة كان يستقلها عدد من الشبان الفلسطينيين في بالقرب من محيط مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، تحديدا عند شارع السوق. هذه العملية تمت على مرحلتين، في المرحلة الأولى تم إطلاق صاروخ باتجاه هذه المركبة، ولكن سرعان ما تفادى الشبان الفلسطينيون هذا الصاروخ وهربوا باتجاه منطقة أخرى، ولكن تم إطلاق في المرحلة الثانية صاروخ آخر، ولكن هذه المحاولة لتصفية هؤلاء الشبان باءت بالفشل، وبالتالي لم يعرف تفاصيل الكاملة حول هذا الحدث وماهيته. إضافة إلى ما حصل في شرقي مدينة نابلس، هناك أيضا الحدث الآخر المتعلق في جنوبي مدينة نابلس، تحديدا في بلدة عريف. قوات الجيش الإسرائيلي وتحديدا من قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة في ساعات الصباح الباكر وعملت على تفجير منزلين يعودان للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهما كايد صباح بالإضافة أيضا إلى زياد الصفدي، ويتهم الجيش الإسرائيلي بأنهما ساعدا في تنفيذ عملية في الأشهر الماضية التي وقعت عند شارع نابلس رام الله، وأدت إلى مقتل 4 من المستوطنين الإسرائيليين، وبالتالي عملت قوات الجيش الإسرائيلي على هدم هذه البيوت. وبالإضافة إلى ذلك أيضا كانت هناك حملة مداهمة لعدد من المنازل في بلدة عريف واعتقال 4 من الشبان الفلسطينيين. هذا فيما يتعلق بالتطورات الميدانية. أما فيما يتعلق بالمستوى السياسي والدبلوماسي، فمن المرتقب بعد انتهاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لزيارته في مدينة تل أبيب بأن يتوجه اليوم إلى مدينة رام الله ليلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي سوف يكون في هذه الأجندة المتعلقة في قطاع غزة وتحديدا أيضا في الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. وعلى ما يبدو بأن أيضا يبرز في هذه الأجندة الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمن سوف يدير قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب، لا سيما بأن الجانب الإسرائيلي يؤكد بأنها سوف تفرض السيطرة العسكرية والأمنية على قطاع غزة. عثمان، مراسلة المشهد، كنت معنا من الجليل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.